سلام بنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم نعلمكم كيفاش تنحوا نوار كوربو والاكاجو والالوان الغير مرغوب فيها بطريقه سهله بلا ما يضر شعركم، فتابعوا معي لنهايه الفيديو راح تفهموا حوايج بزاف. السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم انوثه جي. فيديو اليوم راح يكون خصيصا كل واحده درت نوار كوربو، درت اكاجو، درت احمر موف، وراهي حابه تتحصل على الوان العسليات او المارون لانها كرهت منهم او حلاها اللون. لذلك اليوم حبيت نعطيكم يعني فيديو بسيط جدا وفي نفس الوقت مفيد ليكم باش تحصلوا على الوان من درجات البنيات او العسلي او المارون غلاسي وتتهنوا من الاكحل هذاك النوار كوربو نهار العيد، او تحولوا نوار كوربو تاعكم الى نحاسي لمحبات النحاسي. يعني المهم تغيروا الشكل تاع شعركم ولونه وتفرحوا بالعيد بدون ضرر. حبيت نقول لكم باللي اهم حاجه كي تجو ديكاب وشعركم اللي يكون فيه النوار كوربو ولا الالوان الاكاجو هذه راح يتضرر، لذلك ننصحكم بالقماش. كنت حطيته لكم قبل واليوم راح نزيد نعمله لكم مع منتج ايفوريا هذا اللي هو بليكس. يعتبر اي منتج مكتوب عليه بليكس اللي هي منتجات ما تضرش الشعره بزاف، يعني كانها علاج، فهمتوا؟ لذلك اليوم راح نستعملوه. كاين انواع بزاف في ايفوريا، كاين بلاتينيوم، كاين ديامون، وكاين بليكس. اليوم راح نعملوا القماش تاعنا ببليكس. الميزه تاعو شي ما يضرش الشعره، خفيف عليها، في نفس الوقت ريحته روعه ماهيش زي البلوندور العادي، وايضا راح نضيفوا بها معاه بعض المكونات اللي راح تخلي الشعره ما تضرش اصلا. يعني تابعوا معي واش راح نعملوا. راكي دايره نوار كوربو ولا اكاجو ولا احمر، اول حاجه تعمليها انك تزيتي شعرك على الاقل سنانه، ثم تغسلي غسله مليحه. علاش الزيت؟ باش نغذو الشعره تاعنا ما تتسقطش. بعد ذلك نجيبو المنتج تاع ايفوريا بليكس، شفاو عليه عجل، فيه انواع بزاف، راح نحتاجو هنا الى بليكس. راح نحلوه مع بعض البنات، راهو يتحل منا وفي نفس الوقت يتقفل. هاوليكم تحليه وتعاودي تقفليه، تحافظي على المنتج تاعك اون كان نهار اخر تحبي ديكابي بيه ديري بيه ماش. هاوليكم قلتو لي البنات الكميه تاعو قداه؟ 150 غرام. هاهو ريحته روعه، هاهو تجبدي المنتج تاعك. مش راح نحتاجو منه بزاف، راح نحتاجو منه فقط مغرف ولا زوج تاع بلوندور. علاش في رايكم البنات؟ راح نجيبو البول تاعنا وراح ناخذو من المنتج هذا غير زوز مغرف فقط. انا نقدر بقر نقدر برك ب... يعني بعيني، عينك ميزانك. كيما قلت لكم البنات ركزوا معايا، اللي هو ايفوريا بليكس. هاي ليكم الكميه 150 غرام، ريحته تهبل يعني ما ياثرش عليك اصلا كي تظلي تخدمي. هنا راح ندي كميه بسيطه فقط باش نوريكم القماش كيف تخدموه، وراح نحتاجه الى الاوكسيدون. راح نقول لكم كميه بالضبط. اذا مثلا انت ديتي من ايفوريا بليكس فنجال تاع اوكسيدون، فنجال تاع بودر، ادي معاه فنجانين تاع اوكسيدون، اي نوع تاع اوكسيدون. سقسيتوني بزاف الفيديوهات السابقه لندها معها يعني الاوكسيدون تاعها. لا هاو عندكم اي نوع اوكسيدون، انا هنا راح نستعمل مثلا اندريا. هاوليكم كيلا بزوز. علاه كيلا بزوز البنات؟ لانه واحد ديكابو لازم نديرو شويه خفيف. خلطوا المنتج تاعكم جيدا حتى الحبيبات كامل، وراح تلقوا فيه واحد الحبيبات هكا جايه زرقاء، هذيك القوه تاعو، ريحته روعه البنات كانكم تخلطوا في عطر. هاوليكم بعد ما تحصلتوا على الخليط تاعكم مش راح نضيفه الان، راح نضيفه البنات الشامبو. هاوليكم اي نوع شامبو عندك، المهم يكونش تاع قشره. وراح نضيفوا القليل من الماء. اذا شعرك تعبان بزاف ولا راهو من النوع اللي يجف، ماذا بيكم تزيدوا مغرف تاع بلسم ولا تاع بديل زيت. عاودوا خلطوا البنات جيدا الخليط تاعكم. هاوليكم ولت عندكم خلطه. اذا فنجان بلوندور، فنجانين اوكسيدون اي نوع، وشويه تاع شامبو قيس هكا نص فنجان فقط، وشوي تاع ماء. المهم يكون عندكم خليط جاري، تقدروا تخثروه شويه اذا شعركم الصبغه فيه جديده. واش معناها جديده؟ مثلا صبغتي عندك شهرين ثلاثه، زيدوا شويه المنتج، ديروا خاثر شويه باش على الاقل يعني ينحي لكم بالخف. الان واش نديروا الان بنت؟ واش راح نعملوا؟ راح نبدا من الاسفل هكا ونطلعوا لفوق. هنا خير تخص لكحله، يعني اذا شعر طبيعي اكحل ونخلوه على شعرنا
بعد ما نغلفوه بساشي ولا بابي فيلم ولا اي حاجه، المهم غلفوا شعركم وخلوه مثلا نصف ساعه فقط. علاش؟ لانه هذا اسمه قماج، راح نحو به على مراحل غسيل لون. نخلوه في شعرنا نصف ساعه، نعاودو نغسلو الشعر تاعنا مليح مليح ونرطبوه ونديروا لي اي سوا عندنا، ثم نقعدوا مثلا 3 ايام 4 ونعاودوا نفس الطريقه. انتم مش مطالبين انكم توصلوا الاصفر موزي، يعني درجه 9 او 10، لا، فقط كي توصلوا الى الاورانج الفاتح ولا الاورانج الغامق، هنا نعطيك من ميلونج اللي ديروه باندريا. بنات واش نديروا؟ راح نهزوا عبوه كامله من البلاتين اللي هي في لوريات 25، في اندريا دوتي كما الترقيم العالمي 10.0، ندوا منها باطه كامله ونروحوا مباشرة إلى المارون غلاسي ولا المارون شوكولا. هاوليكم شوفوا البنات، راح نروحوا للمارون شوكولا إذا كنتم محبي يعني اللون الشوكولاتي، ندوا منه فقط نصف، وإذا حبيتي أفتح ادي ربع خاصة كي توصلي الأورانج الفاتح، ولا المحبي مارون غلاسي ندوا بني لامع اللي هو 5.64. كان بزاف يقولي لندا احنا ما بنحبوش لا الشوكولا لا مارون غلاسي، نحبوا البنيات. تدوا هذا البنات، تدوا رقم 5.65، في لوريات هذا الرقم متوفر 27، تحطوه وتراقبوا فتتحصلوا على لون يهبل وتخرجوا من هذاك اللون تاع الاكاجو اللي حايل، وتخرجوا من لون النوار كوربو والالوان الغريبه اللي يعني في شعركم. ايضا حتقولي لندا احنا شعرنا رانا دايرينه نحاسي ولا حاجه، نفس الطريقه حبيباتي، ديروا هذه الخلطه على شعركم. بزاف جربوها ونجحت ليهم في قناتي، حطيت لكم من اعوام. ديري هذه الخلطه بالمنتج تاعنا، المنتج تاعنا اللي هو ايفوريا بليكس، وطلعي خرجي هذاك اللون النحاسي درتيه كميلونج، خرجي حتى يولي اورانج فاتح يعني درجه 7.5 8، ثم اغسليه وديري عليه اللون اللي تحبيه انت من اللي عطيتهم لكم، بني مارون غلاسي. مش كحبه مارون غلاسي نعطيكم لون اخر يهبل، ديروا على ضمانتي يخرج لكم ولا اروع، اللي هو كالاتي البنات: 11 كامله في لوريات، 11 كامله في لوريات، ونصف من 3 بعد ما توصل اورانج، يخرج لكم واحد اللون يا البنات اشقر مخضر، تتهنوا من كامل الالوان غير مرغوب فيها. مامو انت نحيتي نوار كوربو وراكي حابه تعملي اشقر مخضر، ديري 11 كامله ونص 3 بعد ما توصلي للاورانج، وتمتعي بلون اشقر مخضر روعه كيما لافوتو تاع الفيديو بالضبط. كان هذا هو فيديو البنات تاع القماش، حبيت نفسره لكم، واذا عندكم اي تساؤل خلونا في التعليقات، والسلام عليكم.